هي ذاتها الأماكن التي شهدت الولادات الأولى لمدينة توسدت نهر الفرات، ما زالت تشهد على الزمن الجديد شارع الجمهورية في مدينة الناصرية، جزء من الذاكرة المبثوثة عبر صور ذهبية يجمعها طيف اسمه الماضي. والله هي المدينة مدينة الناصرية كلها مدينة ذكريات يعني بالنسبة للساكنيها، ولذلك شارع الجمهورية وحتى القيصرية المحاذية لهذا الشارع، المحلات، الأماكن، كلها أماكن ذكريات بالنسبة للمدينة. يعني تقدر تقول الطفولة نوعا ما، تقدر تقول يعني الكثير من الأمور اللي توحي وتكمل معالم المدينة الرئيسية. يعني لا يخفى على أحد عندما يدخل إلى مدينة الناصرية يجد معالم معينة، رموز معينة تشير إلى ثقافة هذه المدينة، وكذلك يعني تنطيها اللمسة الجمالية. فالحبوبي على سبيل المثال، إذا ذكر الحبوبي السيد الحبوبي تذكر الناصرية، وكذلك هذا الشارع. هذا الشارع سابقا يعني كان فيه عدد من المقاهي المهمة، عدد من المحلات المهمة، نشأ مع نشوء هذه المدينة. يعني منذ بدايات خلينا نقول الثلاثينيات أو حتى العشرينيات بدأت هذه المدينة تتكامل أو يظهر فيها ملامح لشوارع معينة. شارع الجمهورية كان من أوائل هذه الشوارع، لذلك فحتى تعدد محلات، يعني قسم من المحلات إذا أخذت الكاميرا والتقطت جزء منها لا زال الطابوق القديم، يعني بناء القديم، العقادة القديمة خلينا نقدر نسميها، بعض المحلات اللي بها اللمسة التاريخية، حتى الخشب المبني من هذه المحلات لا زال موجود. هذا الإرث يعني قد يكون لربما سمة ظاهرة في هذه المدينة، تعجب بهذه المدينة، تفتخر به نوعا ما. مقهى من المقاهي كان يسمى مقهى التجار، يعني زاره الكثير من الناس المعروفين، يعني من صحفيين، من أدباء، من شعراء، من غيره، وثقوا معالم المدينة هنا. شارع الجمهورية الذي أنشأ في القرن الثامن عشر بعهد الوالي العثماني ناصر باشا، صمم على طراز معماري بشوارع مستقيمة تقاطعها شوارع مستقيمة أخرى ليكون أشبه بالصليب الذي ما زال واضحا إلى اليوم رغم الإنشاءات العمرانية الحديثة التي طرأت عليه. شارع الجمهورية طبعا شارع قديم، هو سنتر الناصرية هنا، طبعا صار به تغيرات، هو يعني من ناحية المحلات وبيحة وهذا، بس هي شني بقى هو سنتر الناصرية. أنا هنا من سنة 1975، هذا محل قبل كان مطعم، اسم مطعم شناوة صحين، مطعم الفتيان، هسه الهبي محلي هذا مال الأحزمة. هنا عندك هاي كانت مقهى العروبة، العفو مقهى التجار بالركن، مقهى العروبة كانوا يقعدون به هذول مناضلين، ما مناضلين يسموهم قبل، هاي مقهى التجار. هنا عندك هنا فندق، كان فندق الهاشمي، هاي هنا كان فندق الرحاب، بصفه فندق بابل. زين عندك لقدام اكو حلويات يسموها حلويات حج هادي، قديم هذا كلش قديم. معالم شارع الجمهورية تفصح عن تلك الأيام التي قضت وتلك الشواهد التي شخصت فيه، فيها حكايات التعايش السلمي في مساجده، ومنبر للعلم في مكتباته، وملتقى للنازحين من الأرياف في مقاهيه، أصبحت مجالس للسياسة والأدب. هذا الشارع قديم، تأسس بالثمانين بالثمانتعش، وهذا الشارع قبيل كان بقهاوي، كان فنادق، يحتوي على الشارع مثل ما تقول شارع أقدم شارع في المحافظة هو شارع جمهورية. كانت هنا قهوة العروبة وقهوة التجار، هنا هاي قهوة أم كلثوم، هسه حاليا تحول إلى ملابس، والعمارة المحلات كلها قديمة. المحافظة الحكومة بالناصرية ما مهتمة بهذا الشارع. هذا الشارع انحكى سيتذكر كل شيء بتفاصيل غابت وأسماء رحلت، سيتذكر حتى أوائل المجانين الذين كانوا أصدقاء أوفياءه لا يغادرونه إلا ما ندر. جولتنا في هذا الشارع الحضاري، شارع الجمهورية الذي يعتبر سنتر محافظة ذيقار، هذا الشارع التراثي الذي يحتوي على الكثير من الحكايات التي سطرها أجدادنا، الذي يحتوي الكثير من المقاهي التي اعتادوا عليها أبناء ذيقار. شارع الجمهورية في ذيقار، سعد الركابي، صباح سامراء.